نشكر اولا المنظمين تاع الدوره هذه على المجهود اللي قاموا به، ونشكر الحكام على المجهود اللي قاموا به، ونشكر اولا كل شيء بومدين على المجهود اللي قام به. ورجعت في مجموعه المجريحه الحمد لله يا ربي، من اللي بدات كنا في الامبيونس والروح الرياضيه العاليه والاخويه مع بعضنا، واليوم النهائي كان تنظيم جيد. نشكر القائمين على هذه الدوره، الحمد لله ربي فات في اجواء رائعه وتنظيم جيد، ونشكر على الفريق الخازر هذا اللي داروا مقابله جيده، ومبروك على فريق الحوت الازرق بني ثور، ونشكر الجمهور الحاضر بقوه، وربي يحفظكم. في هذه الدورات لا تقام في المنطقه تاعنا، منطقه ورقله، والحقيقه هي متنفس الوحيد للشباب تاعنا في غياب عده حوايج ترفيهيه، غياب المسابح وغياب كذا، ما بقى لهم الا المتنفس الوحيد. هذه الدورات لا تقام في كل الاحياء، على مستوى كل الاحياء، واليوم رانا في حضور هذه الدوره المقامه في حي شارع فلسطين في بني ثور. الدوره هذه منظمه من طرف نادي اجيال ناس فلسطين، فيها دوره خاصه بالكهول، فيها 12 فريق، مدة 20 يوم يعني كانت معنا في هذا الشهر هذا، وانتهت بفوز فريق الحوت الأزرق على فريق حي الرمال من عين بيضاء. والهدف من الدورة هذه كان هو القضاء على الآفات الاجتماعية ولم الشمل بين ولاية ورقلة، وإحياء وحضور قدماء اللاعبين الحمد لله اللي كانوا مشرفينا، والقول نحاولوا نقضوا على الآفات ونعمروا الوقت اللي في الصيف. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.